شهدنا الشوط الماضي والذي ذهب من نصيب أم صيحان المملوك للسيد حمد بن سالم بن جهويل المري. تهانينا له الناموس ونلتمس منه العذر. هنا انطلاقة جديدة وهي انطلاقة الشوط السابع المخصص للحقائق البكار. نذهب مع المقدمة والصدارة بداية مع أيضا ممتازة للسيد حمد بن سالم بن حمد المري، ولكن حصل تغيير في هذه اللحظات من قبل الريانة للسيد متعب بن محمد بن مسعود الحباب الهاجري، أيضا يتواجد بتواجد متعبة في ثاني المراكز. المركز الثالث في هذه اللحظات من الجانب الأيمن، المركز الثالث هم غيرت على ثاني المراكز في هذه اللحظات. أرى هنالك هوزان للسيد سعود بن ناصر بن كلثيخ العتيبي، وأيضا المركز الثالث الغادمة بكل قوة فريحة راشد بن علي بن سعيد السلعان المري، وأيضا غيرت مجريات الأمور وانطلقت بمقدمة هذا الشوط. المركز الرابع تراجعت فيه الريانة متعب بن محمد بن مسعود الحباب الهاجري، وخامس المراكز رقمها محجوب عني، ولكن نعود مع المقدمة والصدارة. هنالك فريحة للسيد راشد بن علي بن سعيد آل سلعان المري، فريحة من انطلقت وابتعدت في هذه اللحظات عن بقية المشاركات. المركز الثاني تتواجد فيه هنالك هوزان للسيد سعود بن ناصر بن كلفيخ العتيبي في ثاني المراكز، بينما النقلة والدور دور المركز الثالث هنالك العفريتة خليفة بن صالح بن ناصر العطية في ثالث المراكز، بينما النقلة والدور دور المركز الرابع هنا الريانة متعب بن محمد الحباب الهاجري، وخامس المراكز هنالك ممتازة حمد بن سالم بن حمد المري. إذن مشاهدينا الكرام نعود بحضراتكم إلى المقدمة والصدارة إلى المركز الأول في هذه اللحظات. من غيرت مجريات الأمور هنا هوزان سعود بن ناصر بن كلفيخ العتيبي، أيضا غادما بقدوم هوزان من غيرت مجريات الأمور. المركز الثاني أرى فريحة راشد بن علي بن سعيد آل سلعان المري يتواجد بتواجد فريحة في ثاني المراكز. المركز الثالث هنالك العفريتة خليفة بن صالح بن ناصر العطية في ثالث المراكز. المركز الرابع أرى الغدوم في رابع المراكز، هنالك العنود للسيد أو الضبي حمد بن عبد الله القريسي في رابع المراكز. والمركز الخامس من الجانب الأيمن في هذه اللحظات ذهيبة محمد بن عبد الله الشبحة. ولكن نعود إلى المقدمة إلى التغييرات التي طرت وجرت على المقدمة في هذه اللحظات. هنالك العفريتة خليفة بن صالح بن ناصر بن عبد الله العطية، انطلقت العفريتة 900 متر الأخيرة أيضا، والعفريتة محافظة بزمام الأمور بدون أي أوامر تذكر. المركز الثاني تتراجع فيه هوزان صالح سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي في ثاني المراكز. المركز الثالث الغادم هنالك أيضا في ثالث المراكز أمسية للسيد جابر بن علي بن ضرمان المري، ولكن نعود مع المقدمة والصدارة مع المركز الأول مع العفريتة المملوكة للسيد خليفة بن صالح بن ناصر بن عبد الله العطية، 500 متر أخيرة تصلنا عن خط النهاية، ولكن أمسية قادمة المملوكة للسيد جابر بن علي. ولكن هنا العفريتة وأمسية والعفريتة صالح بن ناصر خليفة بن صالح بن ناصر العطية وجابر بن علي بن ضرمان المري. أين يذهب هذا الشوط يا مشاهدي؟ هنا بن ضرمان والعطية، العطية وبن ضرمان، أمسية والعفريتة، العفريتة وأمسية. العفريتة لازالت محافظة بزمام الأمور، وأيضا أمسية تحاول جاهدة لتنيل هذا الشوط، ولكن فازت بهذا الشوط العفريتة. تهانينا والناموس الخليفة بن صالح بن ناصر العطية بمناسبة فوز العفريتة بناموس هذا الشوط. المركز الثاني أمسية للسيد جابر معلي بن ضرمان المري، وثالث المراكز المركز الثالث
وصلت فيه المتحدة سالم بن علي بن مهيرة المري ورابع المراكز كان من نصيب. ليست مدونة لدينا في الكشف المركز الخامس الضبي فرج بن علي بن هادي بن حفار المري. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين، كما نهني من فاز بهذا الشوط السيد خليفة بن صالح بن ناصر بن عبد الله العطية.